يا ميت اهلا وسهلا بجارنا ابو محمد. يا اهلا وسهلا ام محمد، شرفتنا والله. شكرا جزيلا. تفضل. لا لا لا، كبي للقهوه. ان شاء الله ما تواخذنا المغسله هي عطانه. تفضل تفضل، غسل جوا. وحقهم الطبيعي انهم ياخذوا شقفه من لحمك وانت عايشه. ماما يارا شوفي. ما في شيء ما في شيء. يلا كملي الجليار. لأنه العيب فيكي إذا حكيتي. أنتِ غبية شيء؟ غبية؟ رحتي حكيتي إنه تحركش فيكي. مين اللي تبهدل؟ آه؟ مين؟ كيفك يارا؟ الحمد لله، كيفك أم سليمان؟ ماما ماما ماما، ماما انت شو عم تعمل هون؟ حرامي! حرامي! موتك والله ما رح اعمل لك شيء، بس خلصي خلصي ستي، موتك ستي حالك والله ما رح اعمل. شو عم تعمل لبابا؟ رح تطلع لك حالك. خليت لها بنتي يا واطي. رح قومي عامل لك بنتك رح تطلعنا. يا عديمة الشرف، الله يرحمها طولي بالك. شو؟ بلاقيكي عم تبكي على الطاهرة العفيفة؟ طول بالك يا أخي. ما حدا قال لي طول بالك، ها؟ ما حدا قال لي طول بالك، نوم! هون ما عاد في مخ! بطل معها لعين المصلحة! قومي معي أمي! أمي! شباك شباك عم تهوج وتموج؟ لا والله ما في شيء، بس هي المقتولة اللي كانت قبل شوي مع شيعة التخت، هي بتكون أختي! يعني اذا انا هلا بنت اللي شبيت قتيل، حدا بيلوم هالبطل اللي جواتي؟ العواطف سلامتكم يا جماعه. من بكره فيكم تجوا على المشفى وتستلموا الجثه. بنكون نحن خلصنا الاجراءات. شو هاد؟ شوف عمي، نحن ما عندنا بنت بيتعزى فيها بنوم. هي الجثه طعموها للكلاب اذا رضيوا ياكلوها. روح نجسه ونفيت. قومي امي، قومي لصربعتي. تعي معي. الاجراءات قال أهلين تيت. هي البنت انعابت بعيبة أمها يلي ما عرفتوا تربوها، وعرها عليكم أنتو وبرقبتكم، بتحبوا تخلوها عندكم
بتحبوا تدفنوها عايشة جنب أمها العايبة؟ بتحبوا تشلحوها بالطريق؟ تصطفلوا؟ أنا ما بدنس بيتي فيها. أما أنتم ما بظن عندكم مشكلة يتدنس بيتكم فيها. إذا الرحم يلي عاشوا فيه أولادك نجس، وقفت على شقفة هالبيت لك على هيك عيلة كنت مصاهرة. فوتي تقتي، فوتي قسما بالله بحرق حالي وما بشوف رجس من أثر هديك الحقيرة عندنا بالبيت. لك الله يغضب عليك، ما بدك ترحم أختك ولا بدك ترحم بنتها. ارحمني إلي، قول أمي ما صار لك كم يوم شايفة جسد بنتها بالأرض. لك العمى، لك لسه إلك عن تقولي بنتي؟ لك هاي تربيتك. خراس يا ابن الحرام، خراس. أيوة هون حط الجمال، ابن حرام. بجوز أنا أكون ابن حرام ابن عن جد، منشان هيك ما تطالعوا خلقي، منشان ما ورجيكم ولدت الحرام على أصولها. وأنتي ولا بنت الكلب بعد هون من هلأ لموت بعد ما بشوف خلقتك بهذا البيت. إذا أبوكي ما حواكي لو بدي أحواكي اطلعي برا. فوي لعن أبوكي على الخلفة. بحرق حالي وبحرق بحرق البيتها. فوتي لجوا، فوتي لجوا. دعني الباب. لا والله دعني الباب، أنا ما عندي مكان روح عليه. ما بدي روح، ما بدي روح، ما بدي روح، ما بدي روح، ما بدي روح. أمي شبكي صرعتينا؟ أمي يارا بنت خالته عبير شفتها جاي من الحارة ودخلت على بيتها من الباب الوراني. ايوه يا حبيبي هاد اللي كان ناقصنا. بحاش سكتنا عن وسخنت أمها بحارتنا، لسه كمان بدنا نسكت عن وسخنتها للبنت؟ اي والله ما حزريت. ايه ما بيطلع علي الضو هي عايشة بهالحارة غصب عنا وعلي خلفها. وين هالبنت الكلب؟ امشوا الحقوني، والله لخليها تندم على الساعة اللي رجعت فيها. والله لكسر لها راسها تكسير. استحي وليه؟ استحي وليه قليلة الأدب؟ استحي قليلة التربية؟ ليش رجعتي على الحارة؟ افتحي، افتحي يا قليلة الحياة، افتحي يا بنت الكلب، افتحي. شو اللي رجعك على الحارة؟ افتحي. الله يلعن شرفك يا عديمة الشرف والأخلاق. يلا تعي لهون. الله يلعنك يا بنت الكلب.
تعالوا روقوني واغسلوا عاركم. تعالوا روقوني واغسلوا عاركم. بارك الله لا يوفقكم. يارا إذا تاني مرة بتيجي لهون بإيدي بدي أحرقك، عم تفهمي؟ نلعي من هون. يارا يا جيران يا ماجد خير يا مازان؟ شوفي دخيلك يا ماجد. يارا وقعت وما لي عارفه انا شو بدي اسوي. الله يوفقك ابو ماجد. الله يوفقك يا ابو ماجد، ساعدني يارا وقعت. الله يوفقك. شوفي ابو محمد جارتنا. شوفي ابو محمد، خلني ساعدها جارتنا. ابو ماجد يارا موتي تيتي موتي. الله يلعن ابوهيك عمر ناطري. موتي عمو. انت متاكد انه هون البيت؟ ايه دكتور، هدول جيراننا مقابلنا. تمام يلا. دكتور هشام يعطيك العافية. يارا أنا الصيدلاني مازن يلي على راس الحارة. يارا دكتور في عندي حالة إسعافية، صبية شربانة ظرف دواء كامل وعلى ما يبدو إنه حالتها تسمم دوائي. إيه دكتور؟ لا دكتور ضغطة نازل بس نبضة شوي متسرع. يلا ديدي. يلا أنا معك دكتور، معك ديدي. أعطيني مكانك شوي خالة. يلا دكتور خليها تتقيأ. لا اوعى
يمكن تختنق وهي غايبة عن الوعي. أول شيء وسع لها أي شيء مضايق النفس على صدرها. خالق معزام تساعدينا شوي بالله؟ إيه على رأسي. بعد إذنك. يلا يلا. عملها تنفس اصطناعي وبس تبلش تفتح عيونها بتميلها على جنب وبتساعدها على التقيؤ. مازن طمني شو صار معك؟ يا دكتور الحمد لله صحيت، استفرغت كل الدواء. تيتي يارا الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا تيتي. هيك يا تيتي غليتي قلبي، هيك بدك تموتي حالك وتموتيني وراكي. الحمد لله الله قدر ولطف تقبريني، الله قدر ولطف، الحمد لله على السلامة. ديري بالك على حالك تقبريني. ديري بالك. دير قلبي انت طلعي وانا بلحقك على الشيء. لا ما في داعي انا بحملها. يي شو انت تحميها لك ان شاء الله بموت اذا بخلي حدا يحملها غيري. طلعي اهلا وسهلا فيك، تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا جارتنا، تفضلي لك. نورت البنايه، نورت الحاره، هذا الباب مالك، الباب على الباب ما شاء الله سبحان الله. تفضلي اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا حسرتي عليكي، ما معك غراض غير هالشنطه. ليكي انتوا اكيد لسه ما ركنتوا اموركم على المظبوط، رح اعمل دولة قهوه غير شكل واجي نشربها سوا انا وياكي ونتعرف على الوجه الحلو. ايه واذا ما بتحبي القهوه بعمل لك كركديه. لا منيحه القهوه. معايا بتطلب رضايا، بكره تشوف بعينك يا حبيبي. والله عرفانه انك جوا ما بدك تفتحي لي. هاتي لشوف حبابه، ليه ما فتحتي الباب؟ كنت عسقيفة ما سمعت. ومبارح كمان كنتي عسقيفة وما سمعتي؟ ايش وطالع موسم التين على السقيفة وبدك تحوشي؟ ولا كل هاد لأني قلت لك إني بنت ليل؟ لأكون معيوبة وما لي خبر؟ لا عسلامتك. خلص خلص أنا حمارة وقلبي طيب، هالمرة سماح. بس أنت لوين رايحة؟ رايحة أجيب كم غرض. بدك تنزلي لحالك بهذا الوقت ويتحركش فيكي رايح وجاي؟ قولي لي شو بدك أنا بجيب لك. ليش انت مو نفس الشيء؟ لك يا غشيمه، انا بالعكس، انا اللي بتحركش بالظلم مو الظلمه اللي بتتحركش فيني. خلص هلا انت شو بدك؟ اعطيني مصاري وانا بجيب لك شو ما بدك. والله لو معي مصاري ما كنت اخذت منك، بس نقعد منكري سوا. نهى انت ليش كل هالقد منيحه معي؟ على فكره مو انا اللي عم ساعدك، انت اللي عم تساعديني. بشو بقى؟ ليكي انا وكنانة وزينة ومي ورنود رفيقتنا بكره بس تجي بعرفك عليها، نمشي بالشارع مثل العين المعمورة، بس نطلع بالسيرفيس ما فينا نحكي حديث طبيعي لانه منكون نحن حديث السيرفيس كله غالبا. هون بالبيت نسينا كيف العالم عايشة برا. شو كنا نحلم نحكي ايام زمان. المساجين ايش بيحبوا العالم الجديدة اللي بتفوت على الزنزانة؟ لأنه بتكون متعمشقة فيهم ريحة برا. أنا هيك شامة فيكي ريحة أيام زمان، أيام الجامعة كان عندي شلة طويلة عريضة، كنا نفوت ونطلع، كنا نرشد للامتحانات وناخد المحاضرات من بعضنا، كانت أيام كتير حلوة. طب أنت ليش ما عاد شفتي حدا فيهم؟ لك غشيمة
لأنه بيخجلوا فيني. وأنت كمان بكرة بس تصالحتي مع أهلك أو صار عندك رفقات جداد رح تصيري تخجلي فيني. بس لا تخافي، ما رح أزعل منك، لأنه نحن هيك حياتنا، ما عندنا رفقات. والله يا بنتي بعرف أني غلطت معك، بس مو قليل الصدمة، وهلأ بدي صلح غلطي ورح رجعك على البيت معززة مكرمة. أساساً هذا البيت ما عاد إلي، لأني رح سجله باسمك. أنا ما بطول بالحبس، لأنه رح تنحسب جريمة قتل أمك علي جريمة شرف، وهيك بتصيري يا رب بنت مالك يلي غسل شرفه وما رضي العار على حاله، مو يا رب بنت العايبة وبترفعي راسك قدام كل خلق الله. أساساً أنا عم بعمل كل هذا الشيء كرمالك، كرمال تمشي بالحارة وإنتي رافعة راسك. بقى الله يرضى عليك يا بنتي، وقت اللي بياخذوا إفادتك بدي إياك تغيري أقوالك وتقولي إنك من خوفك علي قلتي إنه هداك الغريب هو يلي قتل أمك، بس الحقيقة إن خفتي تقولي إنه أنا يلي قتلتها. الله يرضى عليك. فوتي فوتي فوتي، تعي. شو صاير معك؟ رحت لما قالت لي ستي أبوكي جاي يصلح غلطه وبده اياكي ترجعي معه على البيت، كان أحلى خبر اسمعه بكل حياتي. قلت بلكي بخلص من القلق والخوف كل ما تسكر علي باب هالبيت وأنا لحالي. طلع بده يعني اشهد معه إنه هو اللي قتل لأمي كرمال يرفع راسه قدام العالم، ومو مهم يطلع لي قتله براءة، مهم يقولوا العالم مالك غسل عاره. لك هو بيعرف إنه أنا صرت لحالي بالبيت، ما خطر له يسألني انتي منيحة؟ عاوزة شي؟ لازمك شي؟ جوعانة؟ بردانة؟ لا، كان كل همه بس انه العالم تقول انه مالك ذبح مرته. والقناعة اللي شفته من اول ما خلقت لهلا خلاني خايفة من كل شي، خلاني خايفة من كل العالم. ولكن إذا فوت على مكان بيقرب عليه شب خطوة واحدة بس بحس حالي متلبكة وخايفة وعرقانة وما بطلع معي الحكي. لقطت ببيت دهارة وكانوا بدهم يكتبوا فيني ضبط قبل ما يعرفوا اني لسه عذراء ويطلعوني براءة. اليوم بابك اذا بيتسكر بوشي، تخيل المرة الجاية ما رح اطلع براءة، لانه وقتها ما رح يكون قدامي في طريق تاني. عفوا بس مين انتي؟ شو جاي عم تحكي لي؟ احكي لي شو عملتي اول ما طلعتي من النظارة؟ رحت شفت اخي. ليش عندك اخ؟ هيك كنت مفكرة. لك مو قلتي لي انك مقطوعة من شجرة؟ بلا، بس هذا اخي من ابي، يعني لا بحياتي شفته ولا حتى شافني. لك احكي لي شو صار؟ ما صار شيء يا
ريتني ما رحت. ليه؟ ما تعرف علي. لك أهلين يا روشتي. لك شو بك شوفي؟ يلا يلا ليكني هنك جاية جاية هالسريع. يارا يارا شوفي إذا بدك فوقن كم قرش نحن حاضرين. باخذه من المحكمة. خذ زبالتك وانقلع لبرا. يارا يارا ايه 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 وين عم تمد ايدك؟ والله لا اكسر لك يارا. لحظة هذا اخي. اخوكي؟ ريتك تأمر قلبي. انا اسف عن المرة الماضية. بعرف كنت كثير حقير معك، مو شوي كثير. معلش حقير. ما أنت كنت بدك تعطيني مصاري. كتر خيرك. يارا يارا نعم. ما رح أقول لك غير إنه إذا تسكرت كل أبواب بوشك فيك ترجعي تدقي باب بيتي. أنت بتعرفي كتير منيح. كنانة عرفت اني جايه اشوفك اصرت تجي تسلم عليكي. بوسيها بوسيها. شلون حالك يارا؟ الك وحشه. يلا نقلعي على الصالون، نص ساعه بلحقك. يلا بس خليني اشوفها شوي. هي شفتيها؟ يلا يقطع عمرك. باي كنانة. باي. شفتي رندا بالمشفى واقع عليها زيت مغلي. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ليلى تنطرك عن مفرق مطعم ايلول. جيبي تاكسي وجيبي معك مصاري وتعالي بسرعة. شو هالحكي هاد؟ بأي مشفى انتو؟ أنا جاي. شو عملتي حمار؟ أنا مو هيك تفعل اسبيح. هداني مرة يا الله. هي تاني مرة يا الله. هي تاني مرة يا الله. هي تاني مرة يا الله. نوى ليش رحتي بدالي؟ ليش متي بدالي؟
انت تستاهلي تعيشي، اما انا ما بستاهل هي العيشه. يا الله هي ثاني مره يا الله. نوها اللي بيقولوا عنا رخيصة وبلا شرف، طلعت أشرف بكتير من كل عائلتي، طلعت أشرف منه لأبي ومن خالي. بس هذا حقه من الآخرة، أما حقه من الدنيا أنا بإيدي رح أخذ لها من كل ابن كلب كان السبب بإنها تموت هي وعم تدافع عني. أنت بتعرف شو يعني هذا الحكي؟ ايه سيادة النقيب بعرف. ابي وخالي اتفقوا مع بسام لحتى يقتلوها لامي وتطلع القصه كلياتها جريمه شرف، والكل طلع الحصه. لا سيادة النقيب فيني احكي معهم دقيقه واحده بس؟ لا ممنوع. الله يخليك دقيقه واحده بس، دقيقه واحده. طيب وقفوا دقيقة معهم. البنت اللي قلعتوها من رحمتكم لأنها طلعت بتوطي لكم راسكم وبتجيب العار، حملتها حياتها وحدة بنت ليل أنتوا بتقولوا عنها رخيصة وبلا شرف. بقى ما فشرت عيونكم هي تموت وأنتوا تاكلوا لحم أمي بالرخيص. بالقانون اللي بيشارك بجريمة له نفس عقوبة فاعلها. مبروك عليكم حبل المشنقة، وبقوا سلمولي عليها لنوها، قولوا لها يارا أخذت لك حقك.